زكاة الفطر فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما مقداره بالصاع أو بالكيلو؟ زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام، من بر أو رز أو تمر أو زبيب أو غيرها مما يطعمه الناس. لقول سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاع من طعام. أما تقديرها بالوزن فهو يختلف، لأن يعني بعض المطعوم يكون ثقيل الوزن وبعضه يكون خفيف الوزن، فلا يمكن أن تقدر بالوزن لأنها مقدرة شرعا بالصاع. جزاكم الله خيرا. يقول يا فضيلة الشيخ محمد: إخراجها قبل حلول يوم العيد ما حكمه؟ إخراج صدقة الفطر نعم يكون على أوجه. الوجه الأول أن لا تجزئه، أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، إذا أخرجها قبل العيد بأكثر من يومين لأنه أخرجها قبل الوقت، يكون كمن صلى الصلاة قبل وقتها. يجب عليه أن يقضي بدلا عنها، وأما ما أخرجه قبل ذلك أي قبل الوقت الجائز فيكون صدقة التطوع. ثاني أن يخرجها في اليومين قبل العيد فهذا جائز. الثالث أن يخرجها صباح يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة. ثالث نخرجها بعد صلاة العيد في يوم العيد، هذا مكروه عند بعض أهل العلم. الرابع أن يخرجها بعد يوم العيد وهذا محرم، والقول الراجح في ذلك هو أن إخراجها على ثلاثة أوجه. الأول أن يكون قبل العيد بأكثر من يومين، هذا لا يجزئ ويكون صدقة وعليه أن يعيدها وقت الجائز. ثاني أن يخرجها في اليومين قبل يوم العيد فهذا جائز. والثالث أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة فهذا هو الأفضل. وأما إخراجها بعد الصلاة فإنه وأما تأخير إخراجها حتى يصلي العيد فإنه حرام، ولو أخرجها لم تكن صدقة فطر بل هي صدقة من الصدقات. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويحرم تأخيرها عن صلاة العيد، اللهم إلا أن يكون لعذر، مثل أن يكون العيد والإنسان في بر وليس عنده من يتصدق عليه، أو ينسى أن يخرجها في وقتها ولا يذكر إلا بعد صلاة العيد، أو يكون قد وكل غيره في إخراجها وينسى ذلك الوكيل أن يخرجها قبل الصلاة فتخرج بعد الصلاة. نعم.